Voilà, donc عندي لي سوسيس هنايا حلال بيان سور، لازمنا هادو وتان لا شابلور وتان بيان سور الفرماج او الفخوماج، حنا بالعربية نقولوا له فرماج وبالفرنسية نقولوا له الفخوماج، وكاين انا في الصح نقولوا فخوماج، ما من داك لساني يروح بجهه ونقول فرماج. الوغ اون فري سي دو فخوماج، فوالا اللي هو باللغة العربية يعيطولو الجبن، فوالا باللغة العربية. فوالا بيان ايفيدامون لي بيك ابروشيت لازملنا، و يلاه مع الوصفة هذه بالعربية. لا شابلوغ هي الخبز اليابس، اللي هو طحين الخبز اليابس، او كيفاش يعيطولو تان كيفاش يقولولو تان مسحوق الخبز اليابس، او ليس غبره، مش غبره، وانما لا شابلور، يعني الخبز اليابس لما تعرف دير له هذيك العبسه شغل كيفاش يقولوا ترابيه، ها تكرفجيه، فوالا. المهم كان فهمتو خلاص، كاين بلاد المشرق ما يعرفوش شنو هي لا شابلور، ومن بعد تشوفوها معنا انا ما مرة نفهمو، والله اعلم. يا اللي يفهم يضربها بجام، ويلاه بسم الله لا بريباراسيون التحضير. Déjà ça sent bon en vrai hein. Allez, hein. Pour vous dire, voilà ça sent bon, voilà ça sent bon. يعني لا je sais que je vais manger parce que حنا ماشي واقفين بالصوصيص، حنا واقفين بالمرقاس. انا كبرت في الجزائر دونك جي با بري مانجي لو سوسيس، انا كنت موالفه ناكل المرقاز، فوالا. دونك انا خليت المقله هنايا، هنا المقله اب نقلي نخليها تسخن، هكا اوكي. كان فرماج واحد يقدر يوتيليزي، انا اخترت هذا الفرماج ماشي انا اصلا، المهم انا اخترت هذا الفرماج تاع هنا نعيط له، انا نعيط له هو فرماج هذا دي في دي بوان، انا نعيط له فرماج تاع الفار فرماج تاع لي سوغي، شفاو كيما كانوا يديروا هذا الديسانيمي تاع فخه ويديروا في هذا الفرماج، فوالا. اصلا ما ça me dit pas trop d'avoir fromage. Un fromage mieux les salades. Mieux les salades qui prennent des petits cubes. Il y a des mal à faire camel. Donc là, la tête, on s'y rend plus à sec. Hop. Non, c'est par là, normalement. Il y a une ouverture maintenant. انا زربت هذاك واحد خطرات في، انا زربت اشاك شوز، كل حاجه عندها البلاصه نتاعها باش تنفتح باش تجي سهله. فوالا هذه مع لافان فتحت هذا كلش، اوكي دونك نبدا اكيد راح نغسلهم، لازم نغسلهم بالماء مليح مليح ونخليهم يقطروا شويه. اب سي اوبليغاتوار، حاجة ضرورية.
نستناو هادو درتهم فرماج قطعناه فوالا فوالا البنات راني كملتهم فوالا بصح شنو مزالو غير زوج الاخرين هادو هادو من الاخرين كامل هادي سي بون اوبا فوالا دونك نخليهم غير لازم يبردو ماشي يبردو لازم ما يكونوا سخونين 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 فوالا دونك نخليهم واحد ابيبري واحد 8 مينوت هكا قسم يريحوا شويه ما يبقاوش سخونين باش نديرو لهم فرماج فوالا ومن بعد نصوتو اون اوتر ايتا فكرني وليدي البنات انا نسيت باش نقول بلي كاين واحد الخليط بشويه فرينه انا نسيت كامل حتى فكرني وليدي فكروا في الشهاده فوالا دونك شويه ماء وشويه فرينه فوالا في هذا الخليط يلزمنا الفرينه مع الماء وفقط ونخلط مليح مليح ويجيني هذا الخليط ما هو عقد بزاف ما هو مياه وجاري بزاف يعني يجي كما راكم رايحين تشوفوا في الصوره المهم نتحصل على خليط اللي هو عباره ومتكون من مكونين اللي هو الماء وايضا الفرينه نخلط جيدا جيدا ونتحصل على هذا الماده الماده هي هذا الخليط اللي هو كما قلت سبق عليا قلت لكم مزيج من الماء والفرينه وراني نزيد لها هكذا باش بيان سور نتحصل على القدر الكافي باش نقدر نغطس هذوك لي سوسيس فوالا هذه هي دونك تحصلت على النتيجه المرغوب فيها هذا هو الخليط وهذه هي الطريقه وهذه هي النتيجه نحتفظ به بجيه نحطه بجيه ويلا فوالا ندخلوا الفرماج اب ما هذا فوالا ها ونحط باسكو بردت السوسيس دونك قطعته على زوجه كيما هاك باش تكفيني باسكو جي بوكو هادو بالطول قطعتهم هكا دي بتي باسكو عندي بزاف هنايا دونك باش تكفيني اكسيتيرا اكسيتيرا فوالا ندير كامل هكا في الاخر ندخل الفرماج اي انسي سويت بون البنات البنات فوالا دونك ما فرمشتش كامل لي سوسيس كان اللي فضلوا لي فوالا دونك هادو نحطهم بجيه اون فوت دو سا نبدا نخدم في لي سوسيس نتاعي بسم الله نبداو ندخلو السوسيس داخل هب اكسترا اكسترا اي الله ومن بعد هاي نسيتو ان علي لا دوزيام هوبا نرمدوها لداخل لا شابور او مبشور الخبز اليابس طاحين الخبز اليابس نرمدوها الله الله ونديروها في زيت تقلى طيبوها لولادكم تعجبهم سير شفتو ولاد فرنسا يحبوا هذو الماكلات هذو ça leur fait un grand plaisir surtout les enfants دراري انا والله مالي هذا ولادي ولادي الصغير خاوتو ما على بالي بلي سي باغي يحبوا ياكلوا هذو الفايس هذو لا بلا كنت حرقوا يديكم كما الفرم فرم اجيبه بالخف هذا الفرم اجي شد روحو شويه هكا هلا
وكنت تقلوا يديكم والله العظيم. ها الفرماج بدا يذوب. هبا هدا والله العظيم. هادي سي بون نزيدو لها شويه. خلاص هذا نزيدو adotado. انا حابه نجبدهم خفت عاد نحرق يديا مانيش حابه انا في الليل وكلش اطفله بزاف. فوالا البنات رانا طيبناه وكلش. انا هو يعني غسيت يعني وصفه كوريه وليدي هو اللي دوموندي عندي كانت او كنت وكانت الوصفه تحت الطلب طلب ابني يونس. فوالا بصحته وراحته وشهيتكم في الجنه. اللي عجبتكم خلوا لي تعليق. شباب كيما نتوما ما تنسوناش من فضل جميلكم باللايك. شكرا لكم وبارك الله فيكم. فوالا في خاطركم ما تنساوش تجربوه لولادكم سورتو دراري صغار. فوالا شوفوا يقرمش ما شاء الله. واو جنغينا دير واش نقولكم. خليونا تعليق شباب ولايك وباي باي.